اي اوكي. انا بقى دباغ مواليد 90 ودخلت للسوشيال ميديا بال 2017. البداية اكيد ما كانت سهلة باليوتيوب، يعني كانت شوية بعض الامور الصعبة، يعني من ناحية كوني اول مرة اصور وكل هالاشياء واكون امام الكاميرا مو خلف الكاميرا، بس بعدين شوية شوية صارت احسن وطورنا اكثر واكثر، كل يوم نتطور اكثر واكثر. ليش كرة القدم؟ لأنه هي شغفي من أنا وصغيرة، يعني من عمري 8 سنوات أنا بديت أحب كرة القدم وحسيت نفسي أنتمي لهذا العالم. كنت كذلك صغيرة تقريبا حوالي عمري 10 سنوات أو شيء، كل النجوم والأساطير اللي راحوا ريال مدريد، الجالاكتيكوس بالأحرى، اللي من رونالدو الظاهرة واللي من فيجو والروبرتو كارلوس وكل هالأسماء وبيكهام وغيرها، كلها كانت في فريق واحد. فيعني أكيد كشخص يعني يعتبر هذول اللاعبين أساطير، حبيت أنه خلاص هذا ريال مدريد وحسيت نفسي أنتمي لهذا النادي. غير كرة القدم إنها صعبة الرياضة، يعني عموما يعني التمارين او رياضه هيك، هذا اللي احبه. السهر على مود المباريات، واكيد التصوير والمونتاج كله، يعني شخص واحد يسوي كل هذا الشيء فراح ياخذ وقت طويل. انستغرام الايجابيه، انا انسانه بشوشه دائما يعني، او ايجابيه راح اقول. السلبيه كلش اخذ يعني على عاتقي اكثر مما اني اقدر يعني اتحمل. دولما اكيد اتابع. مسلسل مفضل اكيد يعني وبدون منازع فريندز. فيلم مفضل، ما عندي فيلم معين صراحة، بس أحب كل يعني أحب من كل الجانرز المختلفة، يعني أحب الكوميدي، أحب الأكشن، أحب الرعب أكثر شيء أحبه، بس ما عندي فيلم معين يعني أقول هذا هو فيلمي المفضل. اليورو أقول إيطاليا وإنجلترا هم الأقرب. بالنسبة لكوبا أمريكا أشوف البرازيل الأقرب، طبعا بعدها الأرجنتين. الساموراي، مرة واحدة. ما أذكر بيدرو راح أقول، بس ما أعتقد بيدرو. ألفين وأربعة يونان، ثاني غلطانة. أنا بالدوري العراقي أني كلش مو زينة، بس راح أقول من عندي، راح أقول القوة الجوية أو الزوراء، راح أقول الزوراء، هطلع غلط. حاليا حقول ليفاندوفسكي أكيد، هالاند، ومبابي، وأكيد يعني لازم نحط كريستيانو وميسي، يعني ما يصير ما نحطهم. استخدام كادر فني أجنبي من أجل تطوير لياقة لاعبين، أول شيء اللياقة والاحترافية، هاي أهم نقطتين لازم يعني نهتم بيها، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية لازم نطورها، لازم نوصلها لأشياء تكون عالمية حتى يكونون لاعبين على أتم الجاهزية. ادعموا منتخبنا مهما صار ومهما قدمنا، ادعموا منتخبنا. كلمة واحدة إيجابية ممكن تأثر عليهم، وخصوصا الآن بوجود السوشيال ميديا احنا نقدر نوصل أصواتنا لهم، فكلمة إيجابية راح توصلهم لأشياء كثيرة، فخلونا ندعمهم مثل ما دعمناهم قبل سنتين وقدرنا نسوي أشياء كثيرة بتصفيات كأس العالم. خلونا ندعمهم هسه همين.